سلام، مرحبا بك في لاشين ديالي. سميتي سعلك تاني، واليوم غندويو على السيمتري ديال الستوري ستراكتور او البنية التماثلية ديال هيكل القصة. كما شفنا في الحلقة اللي فاتت، الى شدينا الدوارة ديالنا وفلقناها افقيا، هادوك جوج ديال الاجزاء غادي تركز على العوالم الخارجية اللي غادي تواجه البطل او البطالة. الجزء الفوقاني هو العالم المألوف، الوعي والنظام، والجزء التحتاني هو عالم غير مألوف، اللاوعي، الفوضى او الظلمات. تخيل بحال البطل غادي يتلح في الماء من عالم مألوف كيغطس بحوايجو في الاعماق باش يخرج من الجهة الاخرى فازك ومسرسط، ولكن في عالم مألوف واحد اخر. اما الى شدينا الدوارة وفلقناها عموديا على جوج اجزاء، فالجزء الاول غادي يكون هو طرف ديال الحكاية اللي غادي يكون فيه البطل جاهل بحقيقة الوضعية ديالو، ولا كيكذب على راسو، ولا يمكن ما مسوقش. والجزء الثاني البطل يلاه كيفيق من القلبة، كيشوف الاشياء بوضوح وما كيبقاش يكذب على راسو. فاش كتجمعوا هاد الاجزاء كاملة كتعطيك دوارة مقسومة على 4، وكل واحد من هاد التقاطعات هي فين غتلقى اكبر تحولات في مجرى الحكاية، تماك فين خاص تركز في السرد ديالك مزيان. عند عبور الجزء التحتاني ديال الخط العمودي، تماك فين البطل ديالك غادي يواجه نفسه والمبادئ ديالو، تماك فين غيوقع اهم تحولات في العقلية ديالو. في الغالب كتكون هذه هي اللحظة اللي كيخمم فيها في وضعيته وكيفيق. اما فاش كيدوز البطل من الخط الافقي، تماك فين كيواجه صراعات خارجية الاعداء. في الغالب كيخسر في الجزء الاول، ومن بعد كيربح في الجزء الثاني، حيث كيكون داز من التحول الداخلي وفاق من القلبة، الشيء اللي كيعطيه القوة الداخلية باش يتغلب على الاعداء ديالو في الجزء الثاني. دابا اجي ندويو على خصائص ستوري ستراكتور او هيكل القصة. في قلب دوك 4 ديال الاجزاء كاينين 8 ديال التشديقات، وهي كالتالي: 1 البطل ماشي في وضعية مريحة واخا يكون في مكان مألوف، 2 البطل بغى شي حاجة، 3 كيدخل في وضعية غير مألوفة، 4 كيتكيف مع الوضعية، 5 كيحصل على داكشي اللي يبغى، 6 كيدفع ثمن غالي على ودو، 7 كيرجع للمكان اللي مألوف ليه، 8 كيتبدل بفضل كاع داكشي اللي عاش. باش نبسطو هاد الحزق كامل، غادي نحطو كلمات بساط كتلخص كل مرحلة من الحكاية: 1 ما به ما عليه، 2 عتا، 3 ناض، 4 قلب، 5 لقى، 6 خدا، 7 رجع، 8 تبدل. من الحوايج اللي كيعجبوني في هاد ستوري ستراكتور او هيكل القصه ديال العفيريت ديال دان هارمن، هي ما جاش ولبق اجزاء القصه على دواره وزاد مع الطريق. كاين واحد التماثل او سيمتري بين كل شديق ديال الدواره والشديق اللي مقابل معاه، او بالاحرى اللي مبوانتي عليه. مثلا البطل ماشي في وضعيه مريحه، مقابل معاها كيحصل على داكشي اللي بغى، ولا البطل بغى شي حاجه، مقابل معاها كيدفع ثمن غالي على ودها. هذه مثلا سيمتري زوينه بزاف وكدير توازن حقيقي في الحكايه، حيت هاد الجوج مراحل مضادين تماما، وحده خفيفه حيت سهل تبغي شي حاجه، والاخرى ثقيله حيت صعيب تخلص الثمن غالي على ودها. وفاش كتجي لمرحله الخلاص، وهذا غير مجاز، عاد كدير الفرق بين داكشي اللي بغيتي وداكشي اللي انت محتاج بصح. كاين مثال واحد اخر، هو كيدخل في وضعيه غير مألوفه، مقابل معاها كيرجع للمكان اللي مألوف ليه. في هاد المرحلتين مثلا كنشوفوا الفرق بين العوالم وكيفاش البطل كيتعامل مع كل واحد فيهم، العالم المألوف والعالم غير مألوف، قبل ما يتبدل البطل ومن بعد ما يتبدل البطل، ولكن وديك يقلب مقابل معاها كيتبدل بفضل كاع داكشي اللي عاش. هاد المرحلتين كيوصل فيها البطل لوميوستازيس، بالعربية كيتكيف مع المحيط ديالو، كيدير ساكو في كتافو وكيعرف بحق الرجال لالا لالا وهلالا. الجمالية ديال هاد الهيكل القصة جات من هاد سيمتري، كل شديق واللي مقابل معاه كيعطيو للدوارة تناسق تام وريتم عميق. كاين حاجة أخرى، وهي أنها كتمكن الحكاية تستمر واخا تكمل دوارة كاملة، حيت يمكن للبطل يدخل في دوارات جداد بشديقات جداد. كيدخل البطل في عالم غير مألوف جديد، كيبدا يقلب على حاجة جديدة بحال في حلقات شي مسلسل، تجدر الإشارة بأن هاد الشديقات ما كيكونوش عندها نفس الطول في الفيلم ولا في الرواية ولا غيرها. الجوج الاولين والجوج الاخرين كيكونوا قصر من البقية وكيكونوا داخلين في بعضياتهم. اغلب الحكاية غادي يدوز في النصف التحتاني ديال الدوار. حاجة اخرى، هاد الهيكل ما كيتستعملش غير باش نبنيو القصة الرئيسية، ولكن يمكن لنا نطبقوه حتى على القصص الثانوية، حيت حتى الشخصية الثانوية عندها ارك او قصة خاصة بها، واخا في الغالب ما كنشوفوش الارك ديالهم كامل حيت مساكن هما غير شخصية ثانوية. من المهم اننا نعطيو للمتفرج تلميحات بسيطة على فين واصلين في الدوارة ديالهم باش تبان حقيقية. كل شخصية خاص تكون عندها على الاقل دوارة واحدة، حيت كل شخصية هي بطلة حكايتها. ومن البديهي ان كل هاد الدوارات ما غاديش تبدا في نفس الوقت،
ما غتمشيش بنفس السرعه وما غاديش نشوفوا كل الشديقات ديالها، ولكن هاد الكوريغرافيا اللي غادي تلعب هاد الدوارات غتخلي الحكايه كتكجكج بالحياه بحال الحقيقه. الفيديو ديالي مشات مع الواد وانا بقيت معاه. الى عندك شي سؤال خليه في كومونتير، والى عجبتك الفيديو سبسكرايب لايك شير، حيت المره الجايه غنقشرو مزيان كلش ضيق بوحدو باش نفهمو لاش كيصلح. شكرا.